في يوم الأربعاء اللي فات 10 يوليو حضرت جيسو من بلاك بينك حدث علامة كارتي للاحتفال بالذكرى المية على إنشاء العلامة التجارية، وده كان في سنغافورة. وفي وقتها زي ما كلنا شفنا كانت جيسو في منتهى الجمال والأناقة، وهي شبه باربي وأميرة خارجة من حكاية خيالية. المهم إن من بعد إنتهاء الحدث دخلت علامة كارتي في قائمة أفضل العلامات التجارية في سنغافورة، واحتلت المرتبة الأولى في القائمة دي، وطبعا ده كان بفضل جيسو من بلاك بينك، لأن هاشتاج جيسو في كارتي احتل الترند الأول عالميا في أكتر من 12 دولة حول العالم، وده اللي وضح قد إيه تأثير جيسو قوي جدا على كل العلامات التجارية اللي بتتعاون معاهم. كمان من امبارح في مقالات كتيرة جدا منتشرة بعنوان عمل ضجة كبيرة جدا، وهو جيسو يقل عضو في بلاك بينك إثارة للمشاكل. وخليني أقول لكم هو اللي كتب في المقالات دي، فقال من شهر واحد واجهت 3 عضوات في بلاك بينك، جيني وليسا وروزي، مشاكل كتيرة جدا. أولهم ليسا اللي تم اتهامها أكتر من مرة بسرعة مفهوم عودة أغنية روك ستار، وحتى روزي اتورطت في إشاعات المعادة مع عضو فرقة أسترو وونو. أما بقى جيني فكان ليها النصيب الأكبر من المشاكل، من فضيحة التدخين لسوء معاملة الموظفين. ومن هنا بدأ عدد كبير من الجمهور يقول إن جيسو كانت أقل عضوة في بلاك بينك عملت مشاكل، وخلال الشهور اللي فاتت اتجنبت جيسو أي فضايح، وكان كل اهتمامها بالتمثيل في دراما إنفلونزا وفيلم أم الشريدر، وإن وقتها يعتبر ضايع بين التمثيل ودردشتها مع البلينك على بابل. ده غير إنها كانت محتلة عناوين كل الأخبار في عالم الموضة خلال الأسابيع اللي فاتت من بعد حضورها الفاشن ويك في عرض ديور وكمان حدث كارتي. وفي النهاية اجتمع الكل على إن جيسو كانت أقل عضوة في بلاك بينك إثارة للمشاكل من يوم ترسمها، وده رغم انها كانت نشيطة كباقي العضوات تماما. وبالكلام عن المشاكل، فليسا حاليا في مواجهة مشكلة جديدة، فعلى موقع نتبان الكوري انتشر مقال عمل ضجة كبيرة، وهو ليسا من بلاك بينك متورطة في دعم الصهاينة والإبادة الجماعية، والمقال ده اتفاعل مع اكتر من 500,000 واحد. وخليني اقول لكم هو اللي كتب في المقال، من فترة طويلة عرف المعجبين ان ليسا في علاقة حب مع ابن اغنى رجال العالم فريدريك ارنو، وهو ابن رجل الاعمال برنارد ارنو صاحب مجموعة الفي ام اتش. مجموعة الفي ام اتش معروفة بكونها واحدة من اكبر الداعمين للاحتلال الاسرائيلي، وده لانها دعمت الكيان بملايين الدولارات على مر السنين. كمان علامة لوي فيتون وسيلين معروفين بدعمهم المباشر للكيان الصهيوني، وحاليا العلامات دي بتتعرض لحملة قوية جدا من المقاطعة. واخر حاجة كتبت في المقال ان ليسا تعاونت مؤخرا مع علامة الازياء الامريكية كيس وومان، وللأسف الشديد المدير العام للعلامة التجارية روني فيج هو واحد من اكبر الداعمين للاحتلال والابادة الجماعية. وردا على المقالات دي بدأ عدد كبير جدا من المعجبين يدفعوا ليسا ويقولوا يجب مقاضاة من كتب تلك المقالة قانونيا، هو يحاول باستمرار الحاق الضرر بليسا، الطريقة التي تحاول بها جر ليسا الى المشاكل بدون أدلة قوية هي امر جنوني تماما، تلك لا تعتبر أدلة قوية فليسا تعمل معهم فقط. اكتب لي بقى في التعليقات انت هو رأيك في الكلام ده.